عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليلة صافية رائعة. جو كورة جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة. ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعة، المستوى العالي في مباراة اليوم. ملعب إليان زارينا بتصميمه الفريد، بنيته التحتية الغير عادية. فخر لكرة القدم الألمانية أن يكون عندهم واحد من هذه الملاعب الجميلة في أوروبا. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق، لأن المباراة بدأت للتو. يحتسب الحكم ركلة حرة. لمسة بينية، تمريرة، فرصة سانحة ليونيل ميسي. دي بروين، ليونيل ميسي، ميسي يلعبها على اليمين، يلعب عرضية داخل 18. وهذه رمية جانبية. بيكم، يحاول ليونيل ميسي، هدف لبرشلونة. سيطر الكنترول كان غير عادي، هي السبب الأهم في التسجيل. سيلتيك بهدف مبكر غير متوقع، تنقلب عليهم كل الأمور. كيف يمكن أن يردوا؟ هل ينجحوا في العودة؟ بيكام يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. روبرتسون، الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. هدف مقابل لا شيء الآن. يلعب كرة طويلة. دي بروين يبحث عن المهاجم. بيركام، ليونيل ميسي يستعيدها. باتريك فييرا يحاول تمريرها من بين المدافعين، ينطلق إلى الأمام بسرعة. بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم. قد تكون ليفاند يلعب كورة. يا إلهي، هدف سيلتيك، أحرزوا هدف التعادل الذي كانوا يبحثون عنه. ما هذه الكرة، ما هذا الجمال، ما هذا الإبداع. ليفاندوفسكي، يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. يلعبها لمنطقة الخطر. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. رونالدو، روبرتسون، يحاول فك شفرة دفاع ليونيل ميسي. هدف لبرشلونة.
روعه روعه روعه، تقدم من جديد بدون اي فلسفه امام المرمى، يتمكن من التسجيل. متفوقون بفارق هدف واحد. مرت الكرة بشكل جميل، تسديدة من بيركامب، كرة باتجاه المرمى، ينجح في التسجيل. قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كرة. وضع الكرة ساقطة بإتقان شديد، والتقدم الآن بفارق هدفين. أكيد بهذا الهدف الأمور تتغير، فريق يفقد الأمل. ليونيل ميسي، هدف آخر، مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. يوم كبير جدا، عادوا ليسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم، أي روحانية، أي قتالية، هدفين مرة أخرى في غضون دقائق، بكل سهولة يضعها في المرمى. إنهم يتقدمون الآن بفارق مريح، 3 أهداف. دينيس بيركام، عدت الكرة، دي بروين يمر ويلعب كرة بينية، كريستيان، الكرة في الشباك، هدف. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة، يمتلكون السيطرة الكاملة الآن، عليهم الاستمرار في فضل الأسلوب طيلة شوط المباراة الثاني. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. يحاول أن يلعب كرة بينية، ماغواير يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، ميسي، رونالدو يقطع الكرة، يلعب كرة بينية، روبرتسون، ماغواير، بيكام، بيركام، بيكام، ضغط قوي وينجح في استعادتها. الله، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، الكرة ملعوبة من مسافة، لمسة بينية، بيركام، تسديدة من بيركام، كرة ترتد من القائم. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. كريستيانو رونالدو، دينيس بيركام يحاول تمريرها من بين المدافعين، والتسديد، الله، لعبة في منتهى الروعة، هدف. بكل سهولة وأريحية في هذه المباراة انتهى كل شيء، أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد. قام بعمل رائع السيطرة على الكرة بهذه الطريقة. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، شاكا يمرر كرة قوية، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. دي بروين يتعثر ويفقد توازنه، تدخل جميل واعتراف أجمل. يحاول أن يلعب كرة، كريستيانو رونالدو،
يمر ويلعب كرة بينية ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ليونيل ميسي، يا إلهي، جول! نجح في الوصول إليها برأسه، كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة. يبحث عن زميله دي بروين، يلعبها طويلة على الطرف. كريستيانو رونالدو يمر ويلعب كرة بينية، كرة إلى الأمام، رود خوليت، ولا يزال يحاول، مستمر في التقدم إلى الأمام. ماذا بعد؟ لعبة جميلة تزيد أجمل. كارلس بويول، دي بروين يتسبب في احتساب المخالفة. يلعب كرة بينية، يحصل عليها أليساندرو ديل بيرو. روبنسون، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. يبحث عن المهاجم، رود خوليت، فاتت ومرت وصلت إليه ليفاندوفسكي. حارس يقدم مباراة كبيرة، ينجح في إبعاد الكرات الخطيرة في مباراة اليوم. يدرك جيدا أنه بيسعى أن يهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة، لكنه في الأخير فشل. كارلس بويول، بيكام، مانغواير، بيركام، كريستيانو رونالدو، تمرير ليونيل ميسي. تسديدة جيدة، لكن أيضا يقابلها الحارس بتصدي رائع. ركنية قصيرة. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة. شاهدنا براعة نجوم خط الوسط في صناعة الفرص، براعة المهاجمين في ترجمتها. لذلك كانت المباراة كبيرة واستحقوا هذا الانتصار. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة